ولمناقشة التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة وزير شؤون الأسرى والمحررين الدكتور عطالله أبو السبح. معالي الوزير، مرحبا بكم. ربما تكون قضية الأسرى من القضايا الجامعة للفصائل الفلسطينية، ولكن ربما المواطن العربي يسأل ماذا قدمت الفصائل للأسرى وهم في سجون الاحتلال. تفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم أولا. ثانيا، الأسير هو كما يقال في الشارع الفلسطيني هم أشرف منا جميعا. بعد الشهداء، لأنهم ضحوا بحياتهم وبحرياتهم وبأمنهم وبمستقبلهم من أجل أن نعيش أحرارا إن شاء الله وآمنين في أوطاننا. السؤال حول ماذا قدمت الفصائل. يكفي للفصائل جميعا شرفا بأنها قدمت الأسير الفلسطيني، وبالتالي عندما بغض النظر عن حماس، عندما نرى بأن الجبهة الشعبية قدمت أمينها العام أحمد سعدات، هذا الرجل البطل وراء الأسلاك الإسرائيلية، وكذلك الحال فتح التي قدمت كريم يونس الذي يقضي الآن 35 سنة في السجن. طيب. 35 سنة في السجن تحت العذابات، وكذلك الحال بقية الأسرى وبقية الفصائل الفلسطينية التي ساهمت مساهمة فاعلة في النضال ضد هذا الاحتلال المجرم وضد المحتلين. وعليه فإن الأسرى الفلسطينيين لا يخضعون أو لا ينتمون إلى لون واحد سياسي واحد، بل من كل الألوان الفلسطينية، منهم ابن فتح ومنهم الجهة الشعبية ومنهم الجهاد الإسلامي ومنهم حماس ومنهم الجبهة الديمقراطية ومنهم أناس لا ينتمون إلى أي فصيل. كل ما هنالك أن همهم هو فلسطين، القضية والإنسان والهوية والمستقبل والمقدسات. وعلى هذا الأساس الكل تحت السياط الإسرائيلي. وفي نفس الوقت إن الفصائل الفلسطينية التي آمل من الله تبارك وتعالى أن تعود، وخاصة حركة فتح، إلى النقاء الثوري وإلى تفعيل الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني ضد هذا العدو المجرم، وتحذو حذو حركة المقاومة الإسلامية حماس في أسر جنود إسرائيل لمبادلتهم، وكان لها سبق في ذلك لا شك. طيب معالي الوزير، نعم آسف جدا، ولكن ربما الوقت يكون قصيرا وأريد أن أتحدث معك في عدة قضايا. هذا بالنسبة للفصائل، لكن ماذا بشأن السلطة الفلسطينية؟ هل ترون تقصيرا في هذا الجانب؟ هل أنتم راضون عن أداء السلطة الفلسطينية؟ لا شك أن السلطة الفلسطينية مقصرة جدا جدا جدا، وأنها غارقة حتى أذنيها في أدنس تصرف وأحط تصرف على الإطلاق شهدته الساحة الفلسطينية، ألا وهو التنسيق الأمني، ويجهر بذلك محمود عباس ولا يقول بأن التنسيق الأمني مقدس. والتنسيق الأمني يمكن المحتل الإسرائيلي لأسر المزيد من أبنائنا والقبض عليهم، وخصوصا ما يعرف في الشارع الفلسطيني بأنهم مطاردون، وهم في واقع الأمر مطاردون، والاحتلال يعرفهم بأنهم المخربون المطلوبون. وهذا الأمر للأسف الشديد بأن السلطة الفلسطينية التي قد تورطت في هذا الأمر لا تستطيع منه فكاكا، بعد أن وضعته كونداليزا رايس والجنرال دايتون والجنرال مولر الذين قد قيدوا وكبلوا أيدي السلطة الفلسطينية من مقاومة الاحتلال، فضلا عن أنها تسلم الشرفاء وتسلم المناضلين والمجاهدين إلى ذلك المحتل الغاصب. فالسلطة الفلسطينية التي ترى على لسان عباس بأن التنسيق الأمني مقدس وهو خياني ومدان ومجرم من كل الفصائل الفلسطينية، ينبغي لها أن تترك هذا السلوك. طيب. المشين الذي يصفها في جانب العملاء وجانب الخونة ضد القضية الفلسطينية وضد الإنسان الفلسطيني. معالي الوزير، السيد إسماعيل هنية تحدث عن إمكانية تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني. أريد سؤالك هنا، هل من صفقة قريبة مع الاحتلال لتبادل الأسرى؟ ومن هو الطرف الثالث برأيكم؟ أول حاجة يعني نحن ليس لدينا فيتو على أي طرف. في يوم من الأيام كان هناك الوسيط الألماني، ألمانيا دخلت على الخط، وكانت أوروبا بمختلف دولها كانت تحاول ذلك، ونجحت مصر مشكورة في أن تعقد الصفقة المشهورة بصفقة شاليط، وسنة 2011 وخرج بموجبها 1047 أسير فلسطيني. نحن لا نغلق الأبواب أمام أي وسيط،
إلا الوسيط الإسرائيلي أن يكون الوسيط هو الخصم والحكم، وكذلك الحال لا بد أن يكون نزيها ولا بد أن يعمل على تنفيذ الشروط، شروط المقاومة الفلسطينية، ونحن جاهزون. ليس لدينا مرة ثانية، ليس لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس مانع في أن يدخل أي طرف. معالي الوزير، تقبلون بالطرف الأمريكي مثلا؟ الطرف الأمريكي على فكرة، الطرف الأمريكي هو طرف صهيوني مجرم، ونحن نرى ماذا يفعل ترامب على الساحة الفلسطينية، وأنه قد أخذ قرارا بأن تكون القدس في عاصمة الكيان الصهيوني، وعلى هذا الأساس لدينا نعم معالي الوزير ألف علامة استفهام وألف علامة تعجب وألف مانع لأن يكون الطرف الأمريكي الذي أثبت على مدى التاريخ بأنه غير نزيه معنا ولا مع القضية الفلسطينية. من غزة وزير شؤون الأسرى والمحررين الدكتور عطلة أبو السبح، شكرا جزيلا لكم.